خلينا نفهم اكتر ونروح، وكمان نشوف الرؤيه في اختيار هؤلاء الحكام. معانا على التليفون يعني كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي. كابتن ناصر، صباح الهنا على حضرتك. صباح الخير عليك نهوان، صباح الخير عليك كريم وعلى كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اولا راي حضرتك، يعني هسال بطريقه مباشره، في حكام او الحكام اللي وقع عليهم الاختيار، هل احنا بنتكلم دلوقتي ان في يعني عداله، في حكمه، في سي في قوي؟ خلينا نطمن من حضرتك. ده حمدي ده والحكم بروتاني هو يمكن ادار اخر مباراه للنادي الاهلي، كان في اياب دور نصف نهائي الاهلي والترجي، كان هنا في القاهره اللي النادي الاهلي فاز بهدف المقابل الاسلامي. هو حكم كويس، ولكن انا يمكن المباراه دي انا تابعتها، وكان عندنا ركله جزاء لبيرس توفيق الدقيقه 25 صحيحه لم تعتبر، يمكن هو ما قدرش يقدرها بشكل كويس، والفار في هذه اللقطه ما جابش. لكن هنتكلم بشكل كحكم، ودي رساله بنقولها من خلال قناه النادي الاهلي يا كريم يا نهوان. الحكم ده عنده 32 سنه، كان في القائمة الدولية 2018، يعني دخل القائمة الدولية عنده 27 سنة. أول مرة نشوف حكم يخش القائمة الدولية 27 سنة، ودي رسالة لجنة الحكام عندنا في مصر. إمتى هنشوف حكم دولي يخش القائمة الدولية عنده 27 سنة عشان يبقى عنده فرصة إن هو يدير أكثر من كأس عالم في الفترات اللي جاية؟ يعني إحنا بنتكلم على الحكم، هنتكلم، ولكن المناسبة يا نهوان إحنا عاوزين نقول التحكيم بتاعنا فين؟ صحيح. النهارده هو عنده 32 سنة، يعني 5 سنين في القائمة الدولية، يشتغل كحكم دولي، أكيد خد خبرات، لعب في بطولات كثيرة، عنده طموح كتير جدا وعنده مستقبل كويس، يبقى فيما يخص بس بالناحية إن إحنا نستنى نشوف حكم صغير في القائمة الدولية، ما يبقاش عندنا حكم 38 39 عقبال ما يجي كأس عالم يكون هو خارج من القائمة. فيما يخص الحكم بقى يعني الواحد والله مش عارف يضحك ولا يحزن، يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله ده واقع، وللاسف الشديد لما تيجي تدور على الاسباب ما تلقاش اجابه واضحه. يعني هل المشكله في ان احنا ما عندناش كفاءات في السن الصغير، ولا المشكله ان احنا ما عندناش ثقه في السن الصغير، ولا المشكله في الاختيار، ولا المشكله في المسؤولين اللي ما بيدوش فرصه، ولا المشكله في الجماهير اللي برضو بتشكك؟ يعني انا مش فاهمه بصراحه، يعني لو حضرتك تقول لنا ايه ابرز المشاكل اللي ممكن تؤدي في النتيجه او بالنتيجه لكده. شوف هنا واضح احنا بنتكلم، انا يمكن انا خرجت عن سياق الحكم وادارته لمباراه النادي الاهلي، ولكن انا كان مهم جدا انا اتكلم في النقطه ديت، مهمه جدا. صحيح، نقطه مهمه طبعا. الراجل ده عنده فرصه 3 كاس عالم، يعني انت عارف يعني ايه حكم يبقى عنده فرصه 3 كاس عالم؟ عارف قد ايه ان الراجل ده بقى له 5 سنين في القائمه الدوليه، هو النهارده عنده 32 سنه، يعني بيحكم من 2018 وهو حكم دولي. إذن انا النهارده لو انا بشتغل كتحكيم مش بشتغل للدوري المحلي بس، انا بشتغل للدوري المحلي، بشتغل لحكامي ان هم يظهروا في البطولات الكبيره، لان احنا كل شغلنا ده في التطوير وفي لجنه الحكام وفي الفترات اللي فاتت دي عشان يطلع لنا حكم يروح كاس عالم. النهارده زي ما قلت لحضرتك الحكام بتخش القائمه الدوليه عندهم 37 38 39 سنه و40 سنه، طب انت امتى الراجل ده امتى هيبقى عنده فرصه؟ لان عشان يروح كاس عالم على الاقل بيلعب 3 أو 4 سنين، الاتحاد الافريقي بيراقبه، الاتحاد الدولي بيراقبه وبيرشحه ان هو يروح كاس عالم. دي نقطة مهمة، بنقول رسالة من خلال قناة النادي الأهلي، لو أنتوا عاوزين تطوير تحكيمي فعلا وعاوزين حكامنا فعلا يعني يشرفوا مصر، لابد النهارده الاستراتيجية تتغير، ندخل حكام صغار السن.